السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ رجعنا لكم من جديد قناة مراد الحبيبي. كيف حالكم؟ طيبين؟ وش أخباركم؟ والله يا أجواء في مكة مرة مضبوطة. شوف شوف كيف كيف شوف كانت تمطر، بس ما بدأ يصور. شوف كيف صواعق ومدري ويش أجواء كيف العالم. شوف كيف الأمطار كانت تمطر، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. كانت تمطر غزيرة، بس والله للأسف نسيت أصور لكم. بس تكفون تزيدوا إيش؟ تزيدوا الاشتراكات شوي في القناة. مع السلامة. أنا لكم الجديد الحين قاعد نغير الزيت حق السيارة في المحطة هنا. كيف مخزن الخير؟ مع الأجواء الحلوة هذه. الله. هذه السيارة هنا. شوفوا هذه. أنا قبل بسوي القناة هنا صالون تعرفون لندر كروزر جبناه هنا زي المحل. قبل ما اسوي القناة اتوقع شهر 7 انا بديت القناة في شهر 9 مدي 28 رمضان بديت فيه. اشتركوا في القناة راح تشوفون اكثر شيء. والله يا اعزائي المتابعين العالم الناس مبسوطين في الامطار اليوم. شوفوا يا سبحان الله امطار الحر يودع خلاص الصيف راح يبعد عن مكة. يمكن باقي على رحيل الصيف 20 يوم 23 يوم، وباقي على الشتاء 148 يوم. شوها كيف حلوة، بس العالم مستمتعين، بس ما جت غزيرة. شوف كيف طبعا هنا مسبح للعيال الصغار عمر قبل سنة وسنتين. يلا مع تحياتي لكم مراد البرياني، ومع السلامة أعزائي المتابعين العالم مستمتعين في الأمطار، مستمتعين الحين في الأمطار. هذا يسمى شهر غسطس، بعضهم يقولون شهر غطرطس، كله أمطار، ما عاد بقي شيء على رحلة الصيف. خلاص يجيكم الشتاء تشوفوا الأمطار كيف. شوف كيف كيف ما شاء الله دحين غيوم. الله هنا طبعا مسبح، اللي بيسبح من هنا اللي من عمر شهر شهرين يمشي. اعزائي المتابعين الحين انا رايح ما ادري شو اسمه هذا، حنان الكافيه الحين انا راح اشتري منه. تراقب اعزائي المتابعين الحين انا رايح ما ادري شو اسمه هذا حنان الكافيه الحين انا راح اشتري منه. تراقب شوي. الله يا زين مكه واجواء مكه وامطار مكه. كان المطر لعانق جبالك يقول يطهر بقاع الارض زيديني طهر، جاك المطر يحتاج من زمزم غسول وانت. الله يا زين مكه واجواء مكه وامطار مكه. كان المطر لعانق جبالك يقول يطهر بقاع الارض زيديني طهر، جاك المطر يحتاج من زمزم غسول وانت مدينه بالثقى منبع نهر. الله يا زين مكة واجواء مكة وامطار مكة. كان المطر لعانق جبالك يقول يطهر بقاع الارض زيديني طهر، جاك نص هواء. شوف كيف طيران هواء. على الطريق.